اكسبريس ديوان. رو بونجور شيك، رو بونجور ليكيب الكل والناس اللي تسمع فينا. دوك كالعادة عملنا الجولة اليومية على الصحافة الورقية واخترنا بعض العناوين وباش نبروا عليهم. كالعادة نقولوا الفقرة دي راهي فقرة محايدة إلى أن يتم تمويلها من طرف حزب أو من طرف أي منظمة. مرحبا بهم، فما حتى مشكلة. دوك باش ديجا ممول. نعم عندي ديجا. الصبيح باش نبداو بجريدة الصبيح. جريدة الصبيح قالت لك رئيس الحكومة يقرر الترفيع في أجور الولات. خاضت عليها الدنيا الحكاية. بون هي سهلة برشا، بعد العركة مع السيد الرئيس سي هشام عمل على بوستويلي ظهر لي في الشروق. في الشروق قال لك تونس تسترجع درع حنبال من ايطاليا. الوضعيه صعيبه برشا، حتى درع حنبال راجو اكسبيلسي ايطاليين. في الشروق زاد رضا بالحاج القيادي السابق في نداء تونس، استخلصنا العبره من اغلاط الماضي. مو قاعدين الجماعه يلمدوا باش يعملوا حزب جديد. هاي الحمد لله اغلاط الماضي ما عادش تعاود، تو باش يعملون عاد اغلاط جدد. في جريده الاخبار الاسبوعيه خبر هو حزين ومن طون زاد معناها يفرح، انه تلميذ الابتدائي حاول الانتحار بشرب دويل فار. يا لطيف يا ما توفيش هو الوليد معناها يشرب دويل فار وما توفيش، حتى دويل فار في توصل مغشوش. اخر خبر لليوم من جريده الاخبار الاسبوعيه، انتحار حسناء بسبب قله متابعيها على فيسبوك. لا صحيحه هذه؟ اي في روسيا. كي سمعت الخبر انا تفجعت على فاتر، من بعد فكرت لي مش حسناء. كانت هذه برس ديوان لليوم. برس ديوان.